بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير أخواتي. كنرحب بكم في القناة ديالكم شيوات أم نور. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم هاد الحلوى اللي سهلة في التحضير ديالها، حلوى جافة أو حلوى دوازتاي بدون بيض، بعلبة ديال الياغورت. بها غادي نشدو إن شاء الله القياس وغادي نضيفو حتى الياغورت أي الزبادي. واخا ما عندكمش المرشم غادي نقترح عليكم اشكال في ان شاء الله في الفيديو كيف غتشوفوا معايا ان شاء الله. غادي ندوزو هنايا المقادير والطريقه التحضير باش ما نطولش عليكم الفيديو ان شاء الله اخواتي. هنايا عندي الزبده تكون لينه بحاله المطبخ 125 غرام اي ربعة، وهاد العلبه ديال الياغورت شديت بها القياس ديال السكر بودره، نصف العلبه ديال السكر البودره، واحد الكيس ديال الفانيلا. وغادي ندمج هاد العناصر مزيان، اما كديروها هكا بيديكم او ممكن تستعنوا بالطلب اليدوي. هنايا الزبده ضروري تكون بحاله المطبخ باش تجيكم سهله، حتى تحصلوا على بوماد يعني تدمجوا ما بين السكر والفانيلا. وهاد الزبده هادي كيف كتلاحظوا، ومن نفس العلبه غادي نشد القياس ديال الزيت النباتي علبه كامله ممتلئه ديال الزيت النباتيه، وغادي ندمجها مع هاد الزبده والسكر. ممكن تنسمو بالفانيلا او ممكن تنسمو بقشره البرتقال او قشره الحامض اي الليمون. هنايا من بعد ما دمجت مزيان دخلت ديك الزيت مع الزبده والسكر، غادي نضيف علبه ديال الياغورت اي الزبادي بنكهه الفانيلا، قياس 110 غرام. غتلقاو المقادير مكتوبين في صندوق الوصف اسفل الفيديو بحال ديما. وكنرحب بكل مشاهدة جديدة، كنرحب بها باش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. وهنايا غادي نضيف الدقيق بالتدريج، والدقيق من الأحسن يكون منخول ويكون نوعية جيدة. أما الخميرة الحلويات غادي نضيف غير واحد ربع ملعقة اللي هي صغيرة، ما بغيناش تنفخ لينا من بعد ما نشكلوها وتغير الشكل ديالها. بغيتو تغيروا ليها الشكل ديال هاد الحلوى كيف غتشوفوا ان شاء الله معايا، بغيتو تشكلوها بشكل اخر ممكن تضيفوا تزيدوا واحد حتى الملعقه اللي هي صغيره ديال الخميره، ولا بغيتو تضعف معكم في الفرن ولكن الاختيار. هاد الحلوى هذه سهله في التحضير ديالها، ما كتهش الوقت بزاف، وحتى المكونات والدقيق غادي نقول لكم ان شاء الله شحال خدات مني من الدقيق. هنايا من بعد ما جمعت العجين خصكم تحصلوا على هذا القوام هذا كيف كتلاحظوا. هنايا العجينه اللي كتكون رطبه وسهله في التشكيل ديالها، ما تقصحوش العجينه باش تجيكم الحلوه ناجحه، غير تلقاوها ما كتلصقش لكم في اليدين صافي. يعني حبسوا ما تزيدوش الدقيق، والكميه اللي خدات مني ديال الدقيق 420 غرام، ممكن يعني تاخذ منكم من 420 حتى ل 450 غرام ديال الدقيق، لان الدقيق النوعيه ديالو كتختلف، ومن الاحسن كتستعملوا النوعيه جيده. هنايا كيف كتشاهدوا كنجيب هذا المرشم هذا وكنستعن به واحد البلاستيكه باش يتحيد معايا دغيا ديك الحلوه. ممكن تشكلوها كيف بغيتوا، الشكل كيبقى اختياري، متوفر عندكم اي طابع ممكن تستعملوه. وكيف كتلاحظوا هنايا كنستعن بهاد البلاستيكه باش تحيد معايا الحلوه بسرعه، او ممكن ديروا داك الطابع كديروه في الدقيق، كتستعنوا بالدقيق كديروا لواحد الكميه من العجين. هنايا كنكوروا ديك العجين على شكل هكا كره صغيره، من الاحسن باش تجي الحلوه ديالكم مقاده من الاسفل يعني من الوجه ديالها. وكنحاول نضغط، كناخذوا غير الكميه اللي غادي نحتاجوها في هاد يعني حسب الحجم ديال الطابع، وكتحيد معنا بسهوله كيف كتشاهدوا. وهنايا غادي نستعن بالدقيق، ما غاديش نستعمل البلاستيكه، وغادي تشوفوا معايا كتجي شويه صعيبه غير باش تحيدوها، لكن ديك الزواقه كتراسي احسن من البلاستيكه. هنا غادي نقترح عليكم واحد ثلاثه ديال الاشكال بدون طابع اللي ما توفاش على الطابع، ممكن توجد حتى هي هذه الحلوه، ممكن تشكلوها كيف ما بغيتو. هنايا غادي نقترح عليكم واحد ثلاثه ديال الاشكال، كنشد واحد الكميه ديال العجين وكنشكلها على شكل اصبع وكنفلحوها هكا بالسكين، السكين يكون مايل وكيعطينا هذا الشكل هذا. والشكل الثاني نفس الشيء، كان واحد الكميه ديال العجين كنشكلوها هكا على حربول، شكل حربول صغير او اصبع. كنجيبو السكين كندوزوه في الدقيق باش ما يلتصقش معانا، وكنفلحو لهاد بهذا الشكل مايل، وكنجيو العكس عاوتاني كنشكلو هكا تفليحات او تقطيعات في العجين. وهنايا غادي تشوفوا معايا
هنايا هاد الطابع هذا او هاد المرشم غادي ندخل فيه العجينة بلا البلاستيكة، غير كديروا شويه ديال الكميه ديال الدقيق اكثر وكتحيد معاكم. وحتى اللي عندها الطابع على شكل قبه او دائره، اي طابع متواجد عندكم هنا غير كنقترح عليكم حسب المتوفر عندكم في البيت، ممكن تزينوا به الحلوه ديالكم. كتشاهدوا هاد الطابع هذا ساهل، ممكن حتى تشكلهم كلهم دوائر في الصينيه من بعد كدوزوا عليهم داك الطابع. وهنايا الشكل الاخير غادي نقترح عليكم، كتشكلوا هكا العجين على شكل دائره، من بعد كتبسطوها شويه وكتجيبوا السكين كتفلحوها على شكل طولي، من بعد على شكل عرضي العكس ديال الخطوط الاولى، وكيجي حتى هو الشكل ديالها رائع. غادي ندخل هذه الكميه الاولى باش تطيب. كيف كتشاهدوا هنايا درت هذه الحلوه في الصينيه من بعد ما دهنتها بالزيت النباتيه، ممكن تفرشوا ورق الزبده وكندخلوها الفرن اللي يكون سخون من قبل. كنشعلوا النار كتكون من الاسفل ومن الاعلى على نار اللي كتكون منخفضه حتى تطيب من الاسفل وتاخذ اللون من الفوق، وغادي نخرجها. كان عندكم الفرن كيشعل غير من جهه واحده، ممكن تشعلوا من الاسفل حتى تطيب، من بعد تشعلوا ليها من الفوق. رجعت معكم هنا يا اخواتي بعد ما خرجت الحلوه ديالي، كيف كتشاهدوا طيبه مزيان وخدت واحد اللون اللي هو خفيف من الفوق. ممكن تخليوها تحمر اكثر من هكا، وممكن تخليوها يعني تاخذ غير واحد اللون اللي هو خفيف. وهادو اللي كنت شكلت معاكم بالسكين كيف كتشاهدوا كيجيو زوينين، حتى هما كيجيو زوينين في الشكل ديالهم. وهنا الحلوه من بعد ما كتخرجوها من الفرن كتخليوها تبرد شويه، كتفندوها هكا في السكر كلاصي اي سكر بودره، وهاد السكر ما استعملش سكر سبيسيال، سكر عادي اللي طحنته غير في الدار وبي حتى هو اللي استعملت يعني في الحلوه، هذاك النصف ديال العلبه، واستعملت غير نصف العلبه ديال السكر لان كنفندوها في السكر وكتجي حلوه، لكن لما فندتوهاش ودقتوها غتجيكم شويه مسوسه، لكن بعد ما كتفند كتجي هي هذيك. وهنايا غادي ان شاء الله غادي نقسمها لكم بعد ما كتقدموها بالصحه والراحه في الطبق، كتجي رائعه لا في الشكل ديالها ولا في المذاق ديالها. نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ومع الصديقات ديالكم باش تعم الفائده، وما تنساوش تشجعوني بلايك باش توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وتشجعوني على العطاء اكثر فاكثر ان شاء الله. هنايا غادي نقسمها لكم وتشوفوها كيف كتجي من الداخل، فيها واحد القرمشه اللي هي خفيفه وزوينه وكتجي بحال السميده من الداخل. غادي نفرتتها لكم وتشوفوها كتجي طايبه. بغيتو تجيكم مقرمشه اكثر ممكن بعد ما كتطفيو عليها الفرن كتخليوها في ديك الحراره ديال الفرن، بعد ما كتطفيوه وكتزيد كتولي مقرمشه معاكم وكتجي زوينه. وهنا كيف كتلاحظوا كتفرتت وكتدف في الفم. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. عندكم اي تساؤل اخواتي او اي حاجه ما وضحتهاش في الفيديو خليوا لي التساؤل ديالكم في التعليقات اسفل الفيديو، وان شاء الله غادي نجاوبكم، او اي اقتراحات الف مرحبا. وكنشكركم على المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في امان الله وحفظه.